لو الحكاية فيها إن فيتو الدلو النهاردة مازال القمر عندهم في منزل ال 12، وده بيخليهم يميلوا للعزلة ويميلوا للتأمل في صمت. هقول لهم لو عاوزين تروحوا لأهدافكم أو تتوجهوا لأهداف معينة، حاولوا تتوجهوا ليها بحذر وبدون إعلان. ادرسوا كل خطوة قبل ما تقوموا بيها، واحموا نفسكم من أي مكائد.